السريع بنادي الوحدات. انا بعتقد انه نادي الوحدات واللي راي على بطولة اسيا بحاجة الى دكة قوية، بحاجة الى بعض المراكز، عنده نقص في بعض المراكز الهامة زي لاعب الارتكاز الثقيل اللي بيقود الفريق. الوحدات اكيد متأثر بغياب اجنحته، يمكن يعني مهند سمرين كان حل بالجهة اليسرى، بس الجهة اليمنى لحد الآن يعني حتى هذا المحترف سيزار كل ما بيروح لخلف المهاجم أو بيميل للعمق الهجومي بيسجل، بس هو لما بيروح على الجناح مش قادر يعمل إشي بالجناح، لأنه هو واضح أنه هو لاعب خلف المهاجم مش لاعب جناح. فالوحدات عنده مشكلة بالأجنحة أو عنده نقص، فيش مثلا بديل، بعرفش يعني مين حيوظفه بديل لمهند لو غاب. الضغط المباريات، المهاجم المحترف لعب مباراة ما قدرنا نحكم عليه، ما قدم فيها إشي، بس خلينا أول مباراة بالدرع مفروض تكون تقييم نهائي، لأنه أنت بضلش معك وقت للتعديلات. المحترف المغربي بنادي الوحدات نهائيا مش لاعب ارتكاز، لاعب محور استلام وتسليم، ما عندوش الضغط العالي، ما عندوش الافتكاك، يمكن هو عنده اللمحات الفنية عنده، بس لاعب كلاعب سرعة وضغط مش موجود، كلاعب افتكاك مش موجود. واعتقد الوحدات يحتاج الى نوعية لاعبين مختلفة في وسط الملعب، عنده بده بحاجة الى لاعب زي مثلا بيتانج في نص الملعب، مسمار في نص الملعب زي ايتو اللي اجى الموسم الماضي كلاعب ارتكاز. لكن الوحدات لاعب مركز 8، هو عنده اكثر من لاعب مركز 8، لاعب استلام وتسليم مش راح يحل له مشاكله حاليا في خط الوسط. بتمنى المباريات الجاي تحكي لنا شيء ثاني، تكشف لنا شيء ثاني. الوحدات ما عنده بديل للظهير الايسر، بده شغل في العمق الدفاعي، حتى المحترف لسه هو عنده امكانيات بس خطواته ثقيله، اللي هو المدافع ممكن اعتقد ضغط المباريات، بطوله اسيا، صعوبه المباريات في اسيا كانت تستوجب على الوحدات انه يكون عنده اسماء اكثر ودقه اكثر وتعاقدات اكثر ونوعيه لاعبين في بعض المراكز أفضل. يمكن نشوف بطولة الدرع فائدة للوحدات، إنه نشوف بعض اللاعبين الشباب المميزين اللي يستفيد منهم النادي، وأتمنى إنه يتم منحهم الفرصة. أهم الملامح الإيجابية في الوحدات مهند سمرين عودته من الإصابة، إبراهيم صبر اللاعب اللي عمره 18 سنة بقدم أداء مميز. لسه الأحكام النهائية صعبة، بس ضغط المحلي واللعب المحلي واللعب الآسيوي موضوع مش سهل. بنيجي على نادي الحسين.